إذا قيل لك أهناك وعيد شديد في الشرع في حق من تستر على أهل البدع؟ فقل نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لعن الله من آوى محدثا. انظر، اللعنة وقعت على من؟ على من آواه وتستر عليه. فما ظنكم بمن يدافع عن أهل البدع وعن أهل الأهواء؟ فما ظنكم بمن يقع في هذه البدع؟ فتنبه، رعاك الله، لا تقل هذا فلان أو هذا فلان، لا، قل ماذا قال فلان، ثم بعد ذلك اعرض قولا وفعل فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسلم، لأنه والله لن ينفعك إذا دافعت عن مبتدع أو عن أي أحد من أهل الأهواء، والله إنه لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلنتق الله عز وجل.